هل تعلم أنه توجد هناك العديد من الخرافات والأساطير عن الصحة؟ إليك البعض منها. أولاً، أكل التفاح كل يوم سوف تغنيك عن زيارة الطبيب. صحيح أن التفاح مفيد للجسم، لكن ليس إلى هذه الدرجة، فلن تستطيع التفاح مقاومة الفيروسات. ثانياً، يجب شرب 8 أكواب من الماء يومياً. ترطيب الجسم مهم جداً، لكن بإمكاننا الحصول على الماء من مصادر أخرى كالفواكه والخضروات والمشروبات. على العموم، اشرب الماء عندما تشعر بالعطش. ثالثاً، الإكثار من الملابس تقيك من الإصابة بنزلة برد. على الأرجح، سبب إصابتك بالإنفلونزا هي عدوى فيروسية وليس البرد الجسدي، وسبب كثرة المرض بها في الشتاء هو أن فيروس الإنفلونزا يفضل الأجواء الباردة. رابعاً، لا تسبح مباشرة بعد تناولك الطعام وإلا ستغرق. لا يوجد أي دليل يدعم هذه الفكرة المنتشرة بكثرة لدى الناس، كما لا توجد حالات تم توثيقها. لذلك لا تخف، تناول طعامك واذهب للاستمتاع بالسباحة مباشرة.